go so loco, loco, make me go crazy. We would make a beautiful baby. صباح الخير الى كنتو الصباح، مساء الخير الى كنتو في المساء. حنا عندنا الصباح، فقت بكري مع 9 وهو الجو زوين صراحه. اليوم فاش كتكون الشمس كتفرحني بزاف، كنفرح بزاف، ما عرفتش علاش دايره بحال دوك الدراري الصباح. فاش كتكون الشمس كنفرح بزاف وكتعطيني الخاطر انني ندير بزاف ديال الحوايج وحتى نصور لكم، فكتكون الاضاءه زوينه. فاليوم بنات في الفيديو غادي يكون فلوغ، غادي نشارك معكم شنو كندير في هذا النهار، شنو غادي ندير في هذا النهار، كيفاش غادي ندوز نهاري. غادي نمشي نقرا، دونك غادي نمشي نقرا في العشيه حتى للعشيه، غادي نشارك معكم فاش نمشي كيفاش غادي يدوز النهار كما قلت لكم. المهم البنات البارح كنت مريضه، كنت عيانه الدقدقه ديال بصح، فكنت بغيت نصور لكم شي فيديو ولكن ما قديتش، يعني النهار كله مشى لي غير في النعاس، يعني ما درت حتى شي حاجه وشعري خصو يتغسل فحالته. المهم غادي نشارك معكم شنو غادي ندير. ما غاديش ندير له داك الزويت وداك الشيء اللي مضاري كندير لهم، غادي ندير غير اساف حيت ما عنديش الخاطر واصلا ما بقاليش الوقت يعني بزاف. فغادي ندير داك اساف، غادي نخمل بيتي، غادي نطلع الحوايج نصبرهم او غادي نصبرهم. المهم اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. المهم دابا نبدا بشعري هو اول حاجه. ما نطولوش الهضره، ولا كنتي جديده في القناه ما تنسيش انك تشتركي في القناه بالضغط على زر الاشتراك، و ما نطولوش الهضره وما تنسوش انكم تدخلوا انستغرام ديالي نحطو لكم هنايا او لهنا وصافي. يلا نبدا. هضرت بزاف وبيت براسي انني هضرت بزاف، ولكن نتوما كتبغيو الفيديوهات طوال. دونك هذا هو البنات اللي غادي نديرو. الصراحه ماشي شي حاجه طوب يعني كما كيهضروا عليه، وماشي شي حاجه اللي واو. انا ديجا جربت دي برودوي يعني احسن منه وعجبوني صراحه، ماشي شي حاجه. وانا هذا ما كيعجبنيش نديرو من ورا الدوش حيت يزيد شويه الشعر، ف كنديرو قبل الدوش كبحال ماسك. يعني هنا كاين ثلاثه ديال الطرق، قبل الاستحمام وخلال الاستحمام وبعد الاستحمام. بلسم اولا تقدر ديرو بحال ماسك قبل الدوش اولا من مور الدوش كبروتيكتور للشعر. المهم انا كيعجبني نديرو قبل الدوش، ولكن زعما الا جاتني الفرصه انني نعاود نشريه ما غاديش نشريه حيت كاين دي برودوي احسن منه يستاهلوا وصافي. هذا ما كامل. دونك غادي نديرو شعري ماسك، هادو ما ديروهمش في الشعر كله كما قلت لكم، شعري حالتو خصني ندوش. المهم فوالا البنات كتاخذوا كونتيتي كبيره بحال هكذا، كديروا شعركم غير من تحت من الاطراف باش ما يبقاش مقصف وباش يعطي واحد اللمعه. صراحه هو زوين يعني، ولكن كاين دي برودوي يعني احسن منه بحال هذاك ديال الترادو، كاين ديال بيفاس، كاين بزاف يعني كاين ما احسن. هذا كان جاني غير كادو مع الشامبو حيت انا كندوش بالسيف، و كنت ديجا جربته وما عاودتش شريته وجاني عاوتاني كادو بغى يسق فيا سبحان الله. صافي البنات ابليكيتو على شعري، غادي نزيد واقيلا شويه وغادي تخليوه نص ساعه 10 دقائق اللي بغيتو، شحال ما خليتوه شحال ما مزيان. فيتامين او اوكي، تقدروا البنات تزيدوا عليه فيتامين او مزيان. انا كما قلت لكم هو كمل لي، ما غاديش نعاود نشريه حيت ماشي شي حاجه اللي كتستاهل نعاود نشريها ولا نكلف راسي باش نشريها. جات الفرصه وجاني مرحبا، ما جاتش الفرصه صافي ما غاديش نشري، ما غاديش نقبض الفلوس انا ولا غادي نمشي نشري. فهمتوا يعني الحاجه فاش كتجيكم ما غاديش تخليوها تضيع. صافي البنات حجاب، صافي البنات كما قلت لكم غادي نخليه على شعري وغادي نجمع شعري وغادي نخليه. غادي نمشي قدي صوالحي، غادي نمشي نخمل بلاصتي، نطلع نصبن ونشارك معكم شنو غادي نلبس هذا النهار. ما كاينش صراحه ما نشارك معكم لحقاش كنت درت لكم فيديو مخصص عليه، فكنت درت لكم فيديو مخصص على المكياج، الا ما شفتوش دخلوا شوفوه وصافي هادشي اللي كاين. وزوين ما كيخليش الشعر ناشف، واي ماسك غادي ديريه ما غاديش يخلي لك شعرك ناشف من مور الدوش، ولكن كما قلت لكم ما كيحتاجش داك الضجه كامله اللي دايرين عليه كاز
عادي جدا. البنات اللي مجربين بزاف ديال لي ماسك وبزاف ديال لي ماسك غادي يعرفوني على من كنهضر. يعني اي ماسك ديريه قبل الدوش راه كيعطيك داك ليفي يعني ديال اللمعه اولا. خصكم تشوفوا حالتي وانا هزه هادشي وكنصور لكم. شوفوا شوفوا بابا شنو دار. حطيت هنايا الخبز ودار هنا شويه ديال الماء وكيجيو الزوج ياكلوا. تطلعوا السطح تعمروا شي حاجه ديال الماء بحال هكذا وديروا في حداها شويه ديال الخبز باش المساكين فاش يجيو يوريني كيفاش ندير الماشينه. انا ما كنعرفش نديرها. غنحطكم هنا وغادي نصايب الماشينه ونهضر معاكم اون ميم طون. هنايا اختاريت غير الحوايج البويض وشي حوايج ما كيتطلقوش وبغيت نصبن حتى الجواكط حيت دابا كاين الشميشه نستغل الوضع. المهم هاد الحوايج كلهم ما كيتطلقوش. هلاو المهم البنات علاش درت هكا ما عرفتش. المهم البنات غادي تكمل الماشينه غادي نمشي نعود ندوش ندير مكياج خفيف داك المكياج اللي شاركتو معاكم هذوك هو اللي كنديرو في القرايه وغادي نخرج باش نخرجكم معايا. المهم غادي نقرا يعني ماشي شي حاجه وصافي. هذا مكان الغزاله ديالي. دابا غادي نعود غادي نقضي صوالحي بلا ما هاد الماشينه هادي خدمات ونعاود ماشينه واحده اخرى ديال الجواب. انا البنات كملت دوشني درت المكياج في ساعه في ساعه درت هنا ايلاينر. كنت قلت لكم لا غادي ندير مكياج عادي ولكن زدت عليه غير ايلاينر حيت كيعجبني. الا بغيتو البنات الطريقه ديال الايلاينر نشاركها معاكم. وعارفه غادي تسولوني على الغوج اليف. الغوج اليف ديالي اللي كتسولوني عليه بزاف انستغرام هو ديال اسونس ستاي مات. هذا هو البنات هكا كيجي. وبغيت نشارك معكم حتى شعري بغيتو الطريقه خليو ليا في لي كومونتير. وصافي البنات دابا غادي نمشي نلبس حيت خصني عاد نتغدى وراني معطله. المهم وهذا مكان نتلاقاو فاش نكون غاديه ونوريكم شنو لابسه طبعا. وصافي ضروري نشري شي مرايه طويله باش نبقى نصور لكم فيها حيت نبقى نصور لكم شنو كنلبس كل نهار فاش ندير لكم فلوغ. وصافي البنات هذا ما كان. كاين هذا ديالي كاين هذا و كاين هذا الساك هذا ديالي يمكن غادي ندير هذا جديد ما لبستوش جامي لبستوش نهار. بنت لي فات الساك الكحل ديالي اللي مداري دائما كناخذو ولكن لا البنات خصني ضروري نهز شي حاجه اللي تقدني في الكتب اللي تقدني في الدفتر وداكشي باش ما نبقاش ندكس. جايز سروالي كحل بنتي البيضاء هاد الجاكيطه ونوريكم دغيا حيت غادي يتحل. باي جايز. انا جيت لافاك عند البنات هادي شحال ما تشافونا خديجه. واش قالدين دابا شنو غادي نديرو؟ نهيله نهيله قالت لها نهيله راه خليتها تما. انا قلت غادي نمشي للطواليت وغادي نولي. المهم انا هادي شحال ما شفتهم وقلت علاش لا ما نفوتش حيت كنت مشيت قريت قلت علاش لا ما نفوتش عندهم وندير لهم سيربرايز. ولقيت خديجه في الباب قلت علاش لا ما نفاجئ شنو هايله. يلا سيدي هيا لينا نذهب. انا فرحانه غادي تصدم حيت هادي فوقاش ما تشوفناش هادي شي جوج سيمانات ولا من نهار خرجنا للمدينه. لا من نهار جيت عندكم عاوتاني انا لافاك. المهم انا مانيش نجي لافاك مع هي بدي تسيري. بقي هنا بقي هنا غادي نبينك ما عليه. احلم احلم كتقول احلم كتقول لي تصوري صورني تصويره صوري لهك صافي. واش دابا تخليني نتصور ولا ما تصور؟ هذيك التصويره صدقت لي يعني ما غاديش. شوفي الخيال ديالي واخا سبحان الله كتصدق لك غير تصويره وحده. المهم ما غاديش عاود نصور شي تصويره حقاش بنفس الكسوه. شوفوا فين مشاو. تقدروا تسكتوا الاخوان؟ لا تكملي الفلوق. واه
تعشيت ارتاحيت شويه حيت فريمون كان نهار طويل وما كنتش ناويه انني ندوز لافاك. قلت علاش لا ما نكملش الفلوغ في لافاك وميطون نوريكم فين كنقراو وصافي. دابا كان دابا شنو غادي ندير؟ غادي نطوي حوايجي فيا المود ديال الناس. ففقت بكري مع ديك 9 ولا قبل كاع فقت مع ديك 8 وشي حاجه فرجيني النعاس. المهم دابا غادي نطوي الكسوه غادي نمشي نديماكيي وجهي. طبعا غادي نشارك معاكم كيفاش كنديماكيي وجهي وصافي. دابا غادي نمشي للناس حيت حتى غدا عندي القرايه غدا السبت وان شاء الله غدا نبدا معاكم فلوغ جديد. وغادي نحط لكم ان شاء الله في الحد الا قديت الله يقدرني الله يقدرني على اليوتيوب. وصافي البنات المهم علاش كتسولوني على ديما شعري دائما مطلوق؟ حيت كيضرني في راسي وما كيعجبنيش انني نجمع شعري يعني ضروري نخليه هكا وصافي. و الا بغيت نجمعو كنخلي حدايا هذا ماشي البوندا حيت كيضرني في شعري داكشي صافي. وهذا ما كان تخافون نعس لكم ما نكملش لكم الفلوغ. مهما البنات لقيتوني كنغسل وجهك. مهما البنات لقيتوني نمشي اويلا لا لا مش عارف شو الناس شنو كيدير في بنادم. المهم غادي نمسح وجهي بهاد غادي نمسح وجهي بهاد كارني هذا هاد الاومي سالار كنت وريت لكم ديك المره وفيه بزاف انتما البنات من راني ندير بيه راه عاد واصل هنايا. المهم اش ملي كنمسح ما كنمسحش بيه وجهي لحقاش كينوض الحبوب يعني ماشي كينوض الحبوب ولكن كنخاف يدير لي شي حاجه فما كنمسحش بيه وجهي كنمسح بيه غير عينيا و الا كنت دايره شي غوج على لافغ. وغادي نمشي نغسل وجهي وغادي نمشي نعس ما بغيتش ندير شي ماسكاد النهار لحقاش عييت بزاف وصافي. وهذا ما كان اش كنت باغا نقول لكم المهم غادي تمشحو تمشحو عينيكم. والبنات كاين اللي كتنعس يعني كتمسح به وجهها وتمسح عينيها وكتنعس هكا كديريكت. لا البنات لا خصكم ضروري تغسلو وجهكم ديك الساعه تنعسو يعني هذا فيه دي برودوي شيميك وماشي مزيان للبشره وحتى للعينين فخصكم ضروري تغسلو وجهكم من موراه. انا كنغسلو غير بصابون الطرف نتوما مبغيتوش تغسلو بشي صابون واحد اخر صراحه. انا كيجيني داكشي غير تفيش دوك لي برودوي مخليت ما جربت كيبقى صابون الطرف طاوس ماشي الطرف احسن حاجه. وصافي دابا غادي نمشي نغسل وجهي وغادي نمشي للناس نقرا داك الكتاب ديالي حتى تديني عيني وصافي. هذا مكان وتصبحوا على خير وباي باي. وغادي نمشي نوريكم شنو غادي ندير لوجهي من موراهم. دونك البنات هذه هي لا كريم اللي غادي نديرها هذه اللي كنت هضرت لكم عليها هذيك المره زوينه بزاف. غادي نرطب وجهي بديك لا كريم اللي كنت وريتها لكم في داك الفيديو ديال بوزي. المهم غادي نسالي وغادي نوريها لكم هذيك البنات زوينه كترطب الوجه وافيكاس. صافي البنات هادشي اللي كاين وصافي. اللي غادي تسولني علاش ما درتيش هادي كتجيني اكبر دفشه عرفتش علاش. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار نتمنى يعجبكم. ما تنساوش تخليو لي على كومونتير ديالكم ودخلوا الانستغرام ديالي نحطو لكم هنايا. وصافي هذا مكان فيه المود ديال الناس وبغيت نمشي للناس. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي.